إذن مشاهدينا، عدد من الرسائل حملتها كلمة الرئيس السيسي بشأن البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق في نيروبي. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ. دكتور، أولا تعليقك على ما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التغيرات المناخية، خاصة وأن أفريقيا الأكثر تضررا جراء هذه التغيرات وتأثيرها بكل تأكيد مع محاولات القارة في المضي قدما نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر. الحقيقة أستاذة إيمان أن تحديات كبيرة جدا بتواجه القارة الأفريقية وشعوبها من خلال المناخ والتغيرات المناخية، وكلمة السيد رئيس الجمهورية في هذا المؤتمر تعني الكثير من الالتزامات الدولية للدول الصناعية الكبرى للمشاركة والمساهمة في التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية، وده يتطلب التمويل الاقتصادي الذي يفرضه العالم ومن خلال المؤتمرات كوب 27 وما سبقها من مؤتمرات دولية خاصة بالمناخ والتغيرات المناخية، ولم يلتزم العالم والدول الصناعية الكبرى تحديدا في تنفيذ تعهداتها تجاه قارة أفريقيا من حيث الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية، وأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر بيتطلب تمويل اقتصادي كبير ومشاريع استثمارية كبيرة تساهم بشكل كبير في هذا التحول الاقتصادي، وهذه المشاريع بتحتاج إلى تمويل كبير جدا، بالإضافة إلى العديد من الظواهر الجوية العنيفة التي تصيب القارة الأفريقية وهي غير متسببة في هذه الظواهر الجوية الناجمة عن التغيرات المناخية، مثل الأعاصير ومثل غيرها من التنوع البيولوجي وغيرها من التصحر والفيضانات الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأن شعوب أفريقيا من حقها التنمية المستدامة مثلها مثل قارة أوروبا. ولكن الحقيقة أن ما يقوم بتنفيذه على أرض الواقع هذه الدول هو قليل جدا مقارنة بما هو يوصي به المؤتمرات الدولية، اللهم لا يتجاوز 10% من هذه التوصيات، سواء كان من حيث المشروعات أو من حيث التمويل الاقتصادي أو من حيث المشاركة في تنفيذ الهيدروجين الأخضر أو ما إلى ذلك من الطاقة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية. كل هذه المشاريع يا أستاذة بتحتاج إلى تمويل اقتصادي كبير، وأن مصر بتتزعم أفريقيا بصفتها رئيسة للمؤتمر كوب 27 حتى الآن إلى أن يتم تسليمه إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة كوب 28 في نوفمبر القادم، وبالتالي هنا التزعم لمصر ده قانونا من حيث هذه التوصيات ومتابعة هذه التوصيات والتنفيذيات على أرض الواقع. وإن طبعا كلمة السيد رئيس الجمهورية هي كلمة بتضم العديد من المشروعات وبتضم أيضا العديد من المحاور المختلفة المؤثرة على الصحة والاقتصاد والزراعة، وأن هناك قد ينجم مجاعات نتيجة لهذا التنوع البيولوجي والتنوع الناتج عن الاحتباس الحراري لندرة الأمطار في العديد من مناطق أفريقيا، خاصة أن أفريقيا محتاجة إلى بنية تحتية كبيرة لتدارك الفيضانات التي تحدث على القرن الأفريقي أو تحدث حتى في الغرب الأفريقي نتيجة للعصير التي تضرب المحيط الأطلسي أو العصير التي تضرب المحيط الهادي. فكل هذه الدول محتاجة إلى تمويل اقتصادي كبير، محتاجة إلى مشروعات استثمارية كبيرة، محتاجة إلى نقل تكنولوجيا حديثة من أوروبا وأمريكا والصين إلى قارة أفريقيا لمواجهة التغير المناخي الناجم عن ظواهر الاحتباس الحراري والتي تؤثر بشكل كبير على الكوكب وتؤثر بشكل خاص على أفريقيا والتنمية المستدامة في أفريقيا. صحيح، هي مؤثرة دكتور علي على أفريقيا، ورئيس يعني أشار إلى هذه النقطة بما أن أفريقيا هي من أكثر القارات تضررا جراء هذه التغيرات المناخية وتأثيرها، يعني يصل إلى شح الموارد المائية، تهديد للمناطق الساحلية، زيادة حدة الجفاف والتصحر. كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ هل يبقى بالاعتماد على ما التزمت به الدول الكبرى من تعهدات مالية، أم أن تعتمد أفريقيا أيضا على عدد من المشروعات التي تعتمد على الاقتصاد الأخضر، ومصر لها خطوات أيضا في هذا الشأن؟ السؤال
السؤال وإجابته له شقين يا أستاذة إيمان. نعم. يعني الشق الأول أن أفريقيا لابد أن تعتمد على نفسها في مواجهة التغيرات المناخية، وده شيء يمثل نسبة 20% من حل المشكلة، أما 80% فهي في أيدي الدول الصناعية الكبرى وتنفيذ تعهدات الدول الصناعية الكبرى، لأن احنا في أفريقيا لا نمثل انبعاثات كربونية إلا قدر 4%، وبالتالي احنا محتاجين إلى التعايش والتنمية المستدامة، وحقنا في الحياة هو الحق المعيشة في التنمية واستخدام الموارد الطبيعية دون الضرر بالآخرين، وبالتالي هنا الحل الآخر هو يجب على الدول الصناعية الكبرى المساهمة أولا بزيادة التمويل المالي العالمي لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية، سواء كان تطحن أو ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى وفيات كبيرة ومجاعات، أو ارتفاع درجات حرارة يؤدي إلى تنوع بيولوجي، أو ارتفاع درجات حرارة إلى سطح البحار والمحيطات تؤدي إلى انقراض لبعض الكائنات البحرية، أو مشاريع استثمارية للتحول من استخدام طاقة وقود أحفوري إلى طاقة صديقة للبيئة، وبالتالي كل ذلك محتاج إلى تمويل اقتصادي كبير، وهذا بجانب الأساس في الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو يجب على الدول الصناعية الكبرى الحد في استخدام الطاقة بطاقة صديقة للبيئة، والحد من استخدام طاقة الوقود الأحفوري، وزيادة نقل التكنولوجيا الحديثة من دول أوروبا وأمريكا إلى أفريقيا لمواجهة مثل هذه التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أيضا زيادة التمويل في إنشاء بنية تحتية لهذه الدول أو شعوب هذه الدول لمواجهة هذه التغيرات المناخية، في استيعاب الفيضانات التي تحدث أو كميات الأمطار التي تحدث بالقرب من السواحل، سواء كان سواحل أفريقية الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية، كل هذه المناطق معرضة إلى فيضانات كبيرة، بالإضافة إلى التصحر أشار إليه السيد رئيس الجمهورية، ظواهر مختلفة ومتعددة تصيب القرن الأفريقي باختلاف الشمال الأفريقي، باختلاف الغرب الأفريقي، باختلاف عناصر أخرى مختلفة مثل الرياح وغيرها، وما يحدث الآن من القبة الحرارية التي تضرب شمال أفريقيا وكذلك جنوب أوروبا. نعم، محور آخر دكتور علي أشار إليه الرئيس السيسي، وهو أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع الحقيقة أنه أقل من المطلوب، ولا يزال شركاء التنمية بما فيها بالطبع المؤسسات الدولية غير قادرين على التجاوب المناسب مع الاحتياجات الخاصة بالدول الأفريقية. في رأيك كيف يتم مواجهة هذا الأمر؟ هو في صعوبة في تنفيذ هذا البند تحديدا، لأن هناك اقتصاد يتحكم في العالم من جهة أخرى، سواء كان الحروب الدائرة أو اقتصاد مبني على الغذاء العالمي، أو الاقتصاد المبني على الإنتاجية للأسلحة التي تخدم هذه الدول، ولكن يجب أن يضع في الاعتبار أن الظواهر الجوية التي تحدث على أفريقيا هي ليست ببعيدة أن تحدث على أوروبا وأمريكا، ولكن هم في قدرتهم أن لديهم إمكانيات تكنولوجية وإمكانيات مالية تساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر الناجمة والمتراكمة عن الانبعاثات الكربونية مثل الظواهر العنيفة التي تطارد أمريكا. هم لديهم إمكانيات تكنولوجية في حد من هذه الظواهر العنيفة، لكن الظواهر لا تفرق بين أفريقيا وأوروبا، لأن ما يحدث في أفريقيا أي نعم هيكون له ضرر أكبر، ولكن ما يحدث في أوروبا قد يكون له ضرر أكبر أيضا من حيث الموجات الشديدة الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤدي إلى وفيات كبيرة خلال هذه الفترة الزمنية من صيف هذا العام وهو شهر يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الموجات الحارة على البحار الكبيرة والمحيطات، سواء كان من الشرق أو من الغرب على الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، تؤدي إلى عنف الظاهرة الجوية وهي الأعاصير وتحول الإعصار من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة أو الخامسة، وبذلك تؤدي إلى كوارث كبيرة جدا على المدن المستحيلية في هذه الدول بالإعصار وما ينتج عن الإعصار من عواصف عاتية ورياح عاتية تؤثر بالكثير من هذه المدن، وقد تؤدي إلى يعني دفن بعض هذه المدن نتيجة للتيارات البحرية التي تصل ارتفاعاتها أحيانا إلى 10 أمتار وتزيد عن ذلك، بالإضافة لكميات الأمطار الغزيرة التي تضرب هذه المناطق في فترة زمنية قصيرة وتؤثر لعدم احتوائها في البنية التحتية، فتؤثر
بدمار على الاقتصاد وتخلف وتخلف وراءها كوارث كبيرة جدا تؤثر بالاقتصاد على هذه الدول وعلى الدول المجاورة لها. طيب دعني أستعرض معك دكتور علي ما استعرضه الرئيس السيسي بشأن رؤية مصر التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة من خلال عدد من المحاور، أولها على سبيل المثال توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع للمشروعات والبرامج المؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات وبالتالي تيسير النفاذ للطاقة المتجددة. هذه البيئة أهم يعني مكوناتها في رأيك؟ بص يا أستاذة إيمان، الحقيقة أن المشروعات التي تقوم بتنفيذها مصر خلال هذه الفترة ورؤية مصر بالمشروعات خلال 2030، واضح أن هذه المشاريع مشاريع تخدم المناخ الأخضر وتخدم الاقتصاد المصري، وإن كانت مكلفة وتحتاج إلى تمويلات كبيرة جدا من الدول الأوروبية والدول المشاركة معنا في تنفيذ هذه المشروعات، مثل النقلة الحضارية بين استخدام طاقة الوقود الأحفوري إلى استخدام طاقة صديقة للبيئة وهي استخدام الطاقة الشمسية، وبناء أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط في منيبات في أسوان، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح الموجودة على مناطق البحر الأحمر وغيرها، وهي مناطق تخدم الاقتصاد الأخضر بشكل كبير، بالإضافة إلى ما تصدره من لوائح وقوانين تجرم البناء فوق الأراضي الزراعية والحفاظ على المسطحات الخضراء لزيادة نسبة الأكسجين وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية من غاز ثاني أكسيد الكربون، المباني والمدن الجديدة التي تملأ جنوبات ودولة مصر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وإنشاء مدن جديدة بمواصفات عالمية بارتفاعات مناسبة بمسطحات خضراء ملازمة لهذه المدن الجديدة، كل ذلك مشاريع بتخدم الاقتصاد الأخضر والتحول الأخضر وهي نموذج لأفريقيا. أيضا النقلة الحضرية من النقل البري أو البحري الذي يؤدي إلى استخدام طاقة غاز الهيدروجين أو غاز الغاز بديلا للبنزين والسولار، كل ذلك مشروعات بتخدم النقل وبتخدم المواطن في الآخر، وكل ذلك يحتاج إلى التمويل. أين التمويل؟ التمويل لدى الدول الصناعية الكبرى والبنك الدولي، ويجب على البنك الدولي تنفيذ تعهدات مؤتمر الأطراف كوب 27 وكوب 26 و2015 في باريس، كل ذلك ولا منه إلا القليل القليل الذي نستفيد منه في أفريقيا، ومصر لا يتجاوز 10%. طيب يعني ربما ما تفضلت به دكتور علي يعني يدعونا للانتقال إلى دعوة الرئيس للتركيز على العدالة والإنصاف بحيث يراعي التحول المطلوب، يعني الآن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية يواجهها العالم أجمع مما يدفع إلى تجنب الإجراءات الأحادية، في رأيك يعني دعوة الرئيس إلى فكرة العدالة والإنصاف مرتبطة بأي شكل من الأشكال من فكرة التمويل والالتزام بتعهدات من الدول الصناعية الكبرى المتسببة في أزمة المناخ بالأساس؟ يا أستاذ إيمان، العدالة المناخية هي زيها زي العدالة الاجتماعية، هي زي أحد أهداف التنمية المستدامة، ودي على مستوى العالم ال 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة العدالة المناخية. يجب أن يكون توزيع عادل في المناخ على سطح الكرة الأرضية، يجب أن يكون هناك توزيع عادل في التمويل الاقتصادي للمشروعات التي تخدم المناخ والتغيرات المناخية في دول أفريقيا مثلما تحدث في قارة أوروبا وأمريكا، يجب أن يكون هناك عدالة مناخية في تنمية مستدامة للمواطن الأفريقي بصفة عامة والمواطن المصري بصفة خاصة. نحن لدينا حق في التنمية المستدامة، ولدينا حق في العدالة المناخية، ولدينا حق في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة لدينا، وبالتالي كل ذلك بيتطلب من هذه الدول أن يكونوا واقعيين وأن يكون ليست هي مجرد اقتراحات أو توصيات تلقى في المؤتمرات الدولية من جانب هذه الدول، ولكن يجب أن يكون هناك واقع تنفيذي، وده اللي أشار إليه كوب 27، التمويل الاقتصادي من هذه الدول، وأن هناك شهادات مناخية بمعنى أن من يقوم بانبعاثات كربونية يجب عليه أن يدفع فاتورة هذه الانبعاثات الكربونية للدول المتضررة من هذه الانبعاثات الكربونية في قارة آسيا وأفريقيا تحديدا، وبالتالي نحن من حقنا هذه العدالة المناخية، وهذه الأمور بتطلب السعي الكثير والكبير وراء هذه المؤتمرات والإلحاح الشديد
في هذه المؤتمرات ليس من مصر فقط ولكن من كل دول أفريقيا والاتحاد الأفريقي في المطالبة بالحق في العدالة المناخية. أشكرك جزيلا الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، كنت معنا عبر الهاتف.